والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. هو كاركان نازل كردني قرآن ببرجو بلاوي ند بقردو كوي آخر مثلا توراتو إنجيلو أنا بقردو كوي يقرأ نازل بوا طبعا قرآن ببرجو بلاوي نازل بوا هر آيات آيات يكودو آيات وسي آيات لما ويبشو سيطالة. هو كاركاني شيئا أفرمي أنزل الله القرآن جملة إلى السماء الدنيا على إخوائي قولا قرآني بيروزي نازل كردوا بجملي بو أسماني الدنيا. أها أفرمي إنا أنزلناه في ليلة القدر آخر ليوانية إنزالي بكار بدوا إنزال يعني نازل كردني يكدفع ولوقت كذب وسرزوي ديب وسرفي أغنبر صلى الله عليه وسلم ونزلنا إليك الذكر والمسر نزلنا يعني باب التفعيل وكان باكا معناه تدريجة قياني بو أسماني دنيا لشوين بناوي بيت العزة يعني للوح المحفوظ وآخر ما لفش عوتمان قرآن سي تنزلي هي تنزل بو لوح المحفوظ نازعي لكيو وشوان هذا تبع لوح المحفوظ وثمان نازعي للوح المحفوظ وآتوتا أسماني دنيا بو بيت العزة لوشو بو خسر خلي في غمر دودي خواني تبع ثم دوايا وفرقه على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 20 سنة على النحو الذي ذكرنا فعشان دوايا ويك نازل ويكذب جملي بو أسماني دنيا خواهي قولا أو قرآني برجوبلاو كرده ويعني في قول دستا كرده ولا سر في غمر دو دي خواهي لسر بيه لزياتر لبي سعلا بو نحوي كذيك الماكر. وقد كانت الكتب السماوية من قبل تنزل جملة واحدة أما إلا حالك أبو لو بركتب أسماني كان جملي نازل أبو يقرأ وكان تنزيل القرآن منجما أي مفرقا على دفعات مثار اعتراضات من المشركين وعوج ذلك نازل كردني قرآني في رزب منجم يعني بمفرقي بشندين دفعة باشا بوبو وشويني برقابون مثار يعني شويني برقابون يا مثار شويني برقا كردن شويني برقا كردني اعتراض كان حالبي للايني هاو بش بيدا كركان هو اعتراض النار رزعي دربري اعتراض يعني حالوي الدربريني دشبري يعني اما بهم خالفين بس نجب لو عن لون مولانا ام آياته وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة بوش القرآن بيقرا نازل لك لا يسر في غمر صلى الله عليه وسلم كذلك ام جا خواهي قول رجوع وداته كذلك هل آوى نازل مالك يعني كذلك يعني نزلنا نزلنا هذا القرآن كذلك النزول باشا يعني آوى نزلنا هذا القرآن تنزيلا مثل ذلك التنزيل هل وقت أو كابناء مثليك خبر موت تنزل لما قدره وقت أم تنزيليك أيديني كتنزيلي منجمية تنزيل تنجيمية حالبي بو أو كارمانك لنثبت به فؤادك تا ضلطي بيدا مذرينين ورتلنا ترتيلا وبشوي ترتيلنا ظلمانك يعني إخوان ما نوى بشوي ترتيل يقمدوا أياك واتا يكيق لنعظم كردني القرآن وهو يكيق لفائدة كان أويا تعليم تعلم القرآن في روز ما بزبوه يعني مثلا أقر شوارتين جاية بيكو نازل أبو تابو دفعي بعدي شوارتين جاية النازل أبو أو مسلمانانا كأبيانا بو نازل أبو أبيانا لبر أكل تجويدك عن رعايتك بجواني ترتيب يعني كرد باشا تامنزلو أبو الخواه أو نيتري عن بوبنياري تاور دوزه أمجا أو شهدو بارع بوجوده ويلي لاباسي وترتيب مسرحك ولكن هذه الاعتراضات مردودة ولأم احتازان ردك لأنه بو لأن لتنزيل القرآن منجما أسبابا وش أسبابا بواهي أسبابا ودواعي أبو أو جواب بواهي حاربين اشتباه شعب خيارة ودواعي نجملها فيما يلي شنك أو أنني حجم شفعلا لتنزيل تجارب مجرد خبرة كيهتي كيش كوتوا منجما ننا من اشتباه كواتا أو لأن لتنزيل القرآن أو هدن يو أسبابا أبيت خبر بو لتنزيل القرآن لتنزيل القرآن منجما أو منجما تخبري إنني لأن لتنزيل القرآن منجما أبيت
مفعولي تنزيلك يعني مفعولي دوامي تنزيلك باشا وكو هو نزل الله القرآن منجما يعني هذه كلمة حالة قرآنك أخوائي قولة قرآن نازل كرب منجم جاءوا أسبابا بك بخبري أن هذه أسبابا بها لأن لتنزيل القرآن منجما قلت منجما ربطي بأنني لبر أن منصوب نبوة لبر ويك حالة القرآن خب معمولا حالي جبه منصوب به لأن لتنزيل القرآن منجما أسبابا ودواعيا هذه أعواب هي كيف ما هي حالي نسبة باشا كان سببه كان هو كاركي هيا كا نجملها فيما يلي كان لما يلي يعني لما وارد بعديا بتوري إجمال باسيانك يكم تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم دام زراندني ضلي في روزي في أغنبال أدروجي خوانا سربي بو شفا إليك لا أو لا تجد آية لا تجد لي وحيا بلي أو دام زراندني تيابي بو ضلي في أغنبال كخوا خوش فرميتي لأنه ثبت به فؤادك ورسلناه ترتيلا بو على لأن في تجدد الوحي وتكرار نزول الملك به شنك براستي لتازبون وي يعني لا جديد بون وي وحي دوباد بون وي خاتن خوار وي هناني ملائكة بأقران يعني شن نزولي وتليرا نزول ولا ملائكة كبيكش به بيكبه تعبية معناه كينو بجي نزولك كما نحات نخواروية بحينا نخواروية لبدوا باشا اهو دوباد بونوي دوباد كردنوي حينا نخواروي فريشتا چي هنا تخوارو قرآن دينا تخواروا آل وذا لي أن في تجد آل وذا هيا او تسلية نية باشا تسلية للنبي ذو خوشي دانوي في غنبر إتياه درود يقول أوا أشتواني هر تسرية في عيسى يعني أوا لأن أصلا ما دي سلوز باشا سر يعني ذو خوشي ذا لبابي تفعيل بتا سرر مدود عن الريوة أو أخت آلوانية كما جالي إبدال عمنية تو أتواني إبدال كي إبدال مثلا بجيب لي سرر لي سرر يا متحري ما أخذ بك سرر أكو صلى سر يسري تسرية يعني أصلا ملاعب به يعني بوم مسرور كردني في أغنبار دروس مخرز ولي أو سريع المناسب تنا كبيرجين بو تسلية يعني بو دل خوشي دانوي في أغنبار بو جاء وجهر فيتجدد في كل مرة حالبين فيتجدد في كل مرة وفي أو أختا وحيك بو كيفيتا تازع بيت ولها مجاريك وفي تعهد الله لرسوله عند اشتداد الخصام بينه وبين أعدائه ما يهون عليه الشدائد وديار التعهد إخوائي فالوزقار وفي غنبرك يعني لو ذاك خدا سلفلسي في غنبرك إخوائك تعهد يعني رسيدقي خدا رسيدقي بأموري في غنبرك إخوائك لا واتل لودع يعني للرصيد اللي تردني خوي فالورد قال بس يا غمبرك يعني بأمور في غمبرك لكاتي سخدبوني دجمنايتي لبيني في غمبر ولبيني دجمناكانيا سخدبوني درجيري لبيني في غمبر ولبيني دجمناكانيا هات يا لو تعهدات شيك يا ما شتيك يا كأوشت يهون عليه الشدائد كسوق أكاد آسان أكا لسر في غنبر سختي كان يعني سختي كاني بو آسانك دي كواتا ليرة دا ما دام او سختي يعني بو آسان بو أمانا فز ليرة في غنبر دو دي خواهي لسر بي بو ضوي ثابت دا بي حاربين او امجارة بغي امجارة على في التنجيمي تيسير على الرسول في حفظ القرآن وفهمه ليك يتدى فائدة كان آسان كردنا ويبو في غنبر كباشي خفزك آسان حفزك وباشر فأميك بو في غنبر وفي رواني في غنبر اشتنا تنابو في غنبر زودي قوية سر كديارة اوش امان الله شيء وفيابن يعني او تعهد ولا مطلبي في شواك وثم تعهدي خوابو في غنبر كيلا شيء هيا لو دايا كهمو روجي قرآن نازلتا بجيقي او كيق روج نازلتا ببريتو او هم روجيات شمروش كرتك
قرآن نازل به فاز معنى وياه هميشة خايف الوردقال دسكي كي بفي غمبره وياه شاوي لفي غمبره وياه أولا تبع عجيب طبعا مثلا لني في غمبر زوجي خايف السلام جيم في كل مرة من مرات النزول المنجم معجزة جديدة غالبا لهر جار لجاركاني نازلوني قرآن كأو نزول منجمة يعني نزول تنجيمية وتفريقية معجزيكي تازيكي غالبا حيث تحداهم كل مرة أن يأتوا بمثل نوبة من نوبات التنزيل لما رأوك يا غمار دول يقارسوا تحداي أو كافرانا أكا هم جاريك كبين مثل أو نوبية لنوبكاي تنزيل مثلا مين رأي شوار آياتي بو نازل بوها يجب من عم شوار آياتي بو نازل بوها بو نازل بوها هو شكرا أزان نعوذ بالله فتان ويا مدلوية فرمو هذا قو هذا ما يعني هو شبين مثلا شوار آياتي وعبين بيش آياتي وعبين فس هم روجي أو تحداي قرآن تازع بيته أعلم توجبين فد بو أوي بودر كوتني إعجازي قرآن كيه قرآن قرآن مرحلة فيه مرحلة شوارم في تنزيل القرآن منجما داي وتكراران شاكا وابي هي هو هي وش اللي بين منجم وتكرار تكرارا للذة فوزه صلى الله عليه وسلم وإفحامه لأعدائه شاكا ولنا ظلوني قرآن بمنجمين شاكا دين وما قال إني إن في تنزيل لا أم تكرارني بمنصوب هنا يعني لنا ظل كذي قرآن بمنجمين هي شي هي تكرار هي بو لذتي نائل بوني في غنبر صلى الله عليه وسلم كأو بأرمند بو قيوة بأنجاني خوي بلام وهروها قيوة بأوش هم بلذتي خوي قيوة هم بشكزداني في غنبر قدرك من نكاحي آني لبرابر خويا شكزده وهمو جاري أو شكزده تعزأ بيته بيروزي في غنبر لبرابري كافرة كالا أما شوار موردي وشعر هذه الوجوه الأربع هي مضمون قولي تعالى كذلك لنثبت به فؤادك يعني أم شوار موردك باسمان كر قشتي مضموني أو فرمولي خويا تعالى كذلك لنثبت به فؤادك جاء شنك اللي فيش عباس يذكر وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة نية لواء فرمي كذلك خب لواء يعني نزلنا تنزيلا مثل ذلك التنزيل يعني أو كافة معنى أو مثله يعني إيما القرآن ما نعذوك تنزيلا مفعول مطلقا نزلنا تنزيلا أو كافة صفك أو تنزيلا شو معنى مثله حاربي تنزيلا كذلك التنزيل وقعوا تنزيلي كأي وعيبين كتنزيل تنجيمية أو بوشي لي نثبت به فؤادك أو شوار موردة بياني أويكرك قلبي في غنبر صلى الله عليه وسلم شون صعب الدفع شون تثبيت فيعك متواجبين دو مورد دوام لحكمة كاني ولا سبب كاني نازلوني قرآن بمنجمين ويلا في القرآن الكريم رد على المشركين في أسئلتهم داي وجدالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتصحيحات لحوادث سلفت فهذه لا يستساغ أن تنزل داي أن بالا إلا في مناسباتها بالا على القرآن في الوزاء الرد لسر مشركة كان هي لسي الرد هي في أسئلتهم لسؤال كان إذا سؤال عدادية كان ينواع يعني كذ أخذ وقت دواية مثلا ترى فقوى سؤال ذا كأنما جاري وعي سؤال ذا أكيد وفير بون ولم جاري وعي سؤال ذا أكيد لدي ذاي خطوته مطمئني أو ترى فجواب سؤال ذا كينا بيته وقت يزعني جواب سؤال ذا كينا بيته سؤال ذا كينا بيته وش كسي أول أكيد حاربي جاء سؤالك يوان على جوال له قبيلة بابا ردي تيايا ولا سر مشركين لسؤال كان ينا وهل وها بو أوجد عليك لقل في غنبرة يعني كر صلى الله عليه وسلم داي وتصحيحات لحوادث
سلفت فهذه لا يستساغ زي ولو أن القرآن أنزل دفعة واحدة لفقد هذه الميزة، فنزول القرآن الكريم منجما على هذه السورة يساير الحوادث في تجددها وتفرقها. تصحيحات وجدالهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرد مشرك كان أكات وليلة شاكا ممكن أو حوادثك الأخوان الرويان لا بما بس أو بي أو أن أو أن بس صحيح ذا نابي باشا الرد بي لسال المشركين لو سؤالانيك كردو يعني وهلوها لو جدال وبربركانيك لقل في غنبرة عيان كرد باشا وهلوها وتصحيحات تصحيحات وتصحيحات لحوادث سلفت نعم رد في القرآن الكريم رد على المشركين أمره وتصحيحات متواجبين لحوادث تصحيح يعني حادثة كان يروي دا القرآن دي تصحيح يكا يعني غلط كيها لحادثة كان تصحيح يكا جوالي مساحي سازيني كما كان شنو القرآن كوحي هاتوا همو أوشتاني زماني جاهلي قشتي قلانا بردوها أويك بكارنا هات بيه لاي بردوا مثلا هاتوا بعض اشتيان بوشتي اللي هوا بوا لي كم كردوا فيزياء كردوا مجوري كردوا أعمى صحي حكايتي نقع رواية سسعي سفاو مروايا نكر والله بدأ بسر وسر وسجدان بو بدأك سعيتي يلاو سجدي بتاك لا بردوا مثلا متواجبين كواتا أو تسحات نحا تقرب وسر ردك تسحات بو حوادثك حوادثك سلفا لو عن روية لو عن نتيف الروية فهذه يعني أما يعني أم جورشتانا وأم أن أو تصحيحات مثلا هي تصحيحاتك بوشي بو حادثة بو كلا خلقك ورؤيا باشا أو حادثة لا يستساغ شاكا صحيح نية جائز نية يعني إجازة أو نادرة أن تنزل شاكا كنازل بضي أو تصحيحات إلا في مناسبتها مقر لمناسبة حوادثة كذا يعني بحادثة كان رباجع ونعظم متواجبين دي ولو أن القرآن أنزل دفعة واحدة أجر القرآن يقرأ نعظم بها لفقد هذه الميزة القرآن أم امتيازي لدفعتها متواجبين فنزول القرآن الكريم منجما على هذه الصورة هل نعظمون القرآن بمنجمين بم شكر صورتك إما باسمانك يساير الحوادثة في تجددها و تفرقها يسايرون مستعيراك يعني مسايرة همرائيك همرائي حوادثك لتجدد حوادثك ولتفرق حوادثك يعني قرآنك متجدد أبي بتجدد حوادث متفرق أبي بتفرق حوادث عظيمي بمشي ورسل ليكم لإجابة السائلين على أسئلتهم يعني أم قسمتي يعني أم رد لسال المشركين قرآن قال نازل أبي جوجو أو دانوي وأنا واقف سيارة قال لسه سؤال ثاني ب لمجرات القضايا والوقائع في حينها ببيان حكم الله فيها ب فائدة ومواية كان بو هم راهي كردني أو قضايا واقع عنك الرؤى ذن ذكرت إخوانا هم راهيان بك بشي بوك القرآن ببيان حكم إخوان كان وأنا أم جالا للفت أنظار المسلمين إلى تصحيح أخطائهم وإرشادهم إلى الصواب في الوقت نفسه وهلوها توب جلب نزل جلب نزل مسلمان بولاي تصحيح خطأ كان يعني وهلانيك تصحيح وإرشاد ينك بولاي الصواب لهمان وقتك هلكر وياهو دال لكشف حال المنافقين للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ليأخذوا حذرهم وليتوب منهم من يشاء ويكان القرآن فائدة خيئة وبوا كشف حال منافق كان كردوا بوا في أغنبر ذلو دي خوانا سلم وبوا مسلمانان بوا مسلمانان احتياتي خوان رعايتكم ليأخذوا حذرهم يعني احتياتي يعني ليبكن ليان بالحذر بن وليتوب منهم من يشاء وبوا أول شتات وببكا لو منافقان شركتك في خوش
في الوصف أو تيجي مثلا رالا قرر سر كاني عشرة أكريل يا أمجالة في إبابة حقانية إيمانهن على هذه الحكمة بوجوهها الأربعي أم حكمة كرد لس المشركين وبعد وتشوار قانك يوا لتندرج تحت قوله تعالى مندرجة بين جاء أنفر من إخوة تعالى على ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا أو أن هجم سلي بروتو ناير يعني هجلمونه إلا إيما لبرامبريا حق أهيري لبرامبر أم السلوانهن وشاكرين تفسير أهيري واتباشر أمجارة سي ردود القرآن على المشركين وشيء نسي بنزوله على دفعات بمثابة وضربات للمشركين أو رداني القرآن لسر المشركين إذا أتوا بشي بنازلبوني خويل لسر دا بشان دين دفعة وكو يعني بمثابعين لجيقي أو زرباتيك كالمشركين بدري فإذا توالات بخنوان توالت الضربات في جولات يعني يا في جولات يعني أجر أو زربات للجولات يعني لشان صورة لشان قردشة كشي سلام يدوية كان ذلك أبلغ في التهذيب شاكا أو بل يصر رسات الأبي لا تهذيبه لا تاكو كرنوي ولاد لا مشرك وأمجور أشتاد شوارم التدرج في تربية الأمة علما وعملا شوارم تدرج لتربية أمتها يعني خواهي قوله والدول ده أمة تربيتك الناشئة ايه هي ومت تازة تيقى يشتو تازة تيابو هم نروانجي علمي وهم نروانجي عملي والدول ده مثلا بوانا يعني جاوة طيب تدرج أحكام كامة نموني أهينيته بوانا لرباب ديسي بسم الله